هذا سائل يقول: هل يؤخذ من ترجمة باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله ألا يصلى في مساجد أهل البدعة؟ لا نعم. هل يؤخذ من ترجمة باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله ألا يصلى في مساجد أهل البدعة؟ البدعة تختلف، إذا كانت البدعة كفرية والمسجد هذا تعمل فيه بدع كفرية وشركية فلا يصلى فيه، وأما إذا كانت البدعة دون الشرك ودون الكفر هذه معصية من المعاصي، ولا تترك صلاة الجماعة معهم، تصلي معهم صلاة الجماعة. نعم.